تقول: كانت لسيدة بنت تتمتع بصحة تامة، وفجأة مرضت هذه البنت مرضا شديدا، فنذرت أمها إن كتب الله لابنتها الحياة أن تصلي ركعتين لوجه الله تعالى بعد كل فريضة من فروض الصلاة الخمسة مدى الحياة. وكان أن كتب الله لابنتها الشفاء والحياة، ووفت الأم بنذرها. ثم مرضت البنت مرة أخرى وانتقلت إلى رحمة الله. والسؤال هو: هل تستمر الأم في الوفاء بنذرها، أم أن النذر انتهى بموت البنت، علما بأن الأم ما زالت تواصل الوفاء بنذرها باعتباره تطوعا وصدقة لروح ابنتها المتوفاة؟ الظاهر لي أن قصدها من النذر بقاء بنتها على قيد الحياة. نعم. ولما شفيت من المرض الأول لزمها أن توفي بنذرها مدة حياة بنتها، لأنها نذرت أن تطيع الله عز وجل، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. أما لما مرضت وماتت فالذي يظهر لي أنها لا تستمر في النذر، لأنها قصدت بنذرها بقاء بنتها على قيد الحياة ولم تبقى، انتهى أمد النذر فيما أرى. فيما أرى أن أمد النذر انتهى، إلا إذا كانت قصدت أنها تواصل الصلاة المنذورة ولو ماتت بمرض آخر، فإنه يجب عليها المواصلة إذا كانت قصدت هذا. نعم.